on the CINA 102.3 app, at CINAFM.com, on TuneIn, on Smart Speaker, and at 102.3 FM. CINA Radio, every device, everywhere. The following program does not necessarily reflect the opinions of the management, staff, or advertisers of CINA Radio. Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جمانة كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا في راديو سينا 102.3 FM وحلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جمانة كيروز. مكاتب المحامية جمانة كيروز الآن تستقبل العديد من القضايا، منها البيرسونال انجري، كار اكسيدنتس، والاميجريشن، وايضا قضايا المتعلقه بالبانكربسي والكريمنال لو، فاميلي لو، والسوشيال سكيورتي. كل هذه القضايا تحت سقف واحد في مكتب المحاميه جمانة كيروز. ايضا بامكانكم الاستماع الى حلقات والسابقه والبرامج اللي تقدمها جمانة كيروز على الموقع الالكتروني yourrights.com، وايضا موجوده على اليوتيوب. كافه الاستشارات مجانيه، ورقم الهاتف هو 248-557-3645. جمانة أهلا وسهلا فيك في راديو سينا. صباح الخير، بنعتذر على التأخير شوي. صباح الخير لكل المستمعين. صباح الخير رامي. صباح الخير المحامي علي عجروش. صباح النور يا أهلا وسهلا فيك كمان مرة من المكتب. علي، كم سنة صار لك بتشتغل بالمكتب؟ سبع سنين. وبعدك؟ وبعدني الحمد لله. We are so happy to have you. You are one of our most outstanding lawyers. Thank you. I'm so happy to be at the firm for this long. Thank you. Hope to be many more years ahead. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بتكون، إن شاء الله وقت لأنا I retire you take over the firm. شو thank رأيك؟ Thank you. That's a big compliment. Well, you deserve it. Thank you. يا أهلا وسهلا بكل المستمعين. اليوم رح نحكي عن موضوع حوادث السيارات. نستقبل اتصالاتكم على 313-769-6666 ومن وينزر على 519-256-1023. معي المحامي علي عجروج من المكتب اختصاصي بحوادث السيارات. بنحكي عن موضوع حوادث السيارات، أي اتصالات بتريدوا نحن هون لنجاوب عليها. وإنما بالبداية إذا بيسمحوا المستمعين رح أطلب من المحامي سام سيف يتصل لبعض الدقائق في نقطة توضيح على حلقة سابقة. عطينا المعلومة الصح وإنما سمينا البروسيجر غلط، وهي بالتحديد بنحكي عن شيء اسمه writ of mandamus، بالغلط سميناه habeas corpus. في شيء بالقانون وبالهجرة اسمه habeas corpus، وفي شيء بالقانون وبقانون الهجرة اسمه writ of mandamus. اللي حكينا عنه بالسابق هو writ of mandamus، وبيطبق على writ of mandamus مش على الهيبيس كوربس. المستمعين بيعرفوا انه الحلقات صاروا موجودين كلهم على الويب سايت تبعنا www.yourrights/radio وعلى جمانة كيروز يوتيوب. فليلي لح يسمع هيدي الحلقة منحب بس نوضح، لح أطلب من المحامي سام سيف، وعلى فكرة هيدا موضوع لازم نحكي عنه بطريقة مفصلة أكتر لأنه هو حل رامي لكل إنسان بقانون الهجرة بيكون قاعد على انتظار وناطر جواب من الحكومة، إن كان مثل الشخص اللي اتصل الأسبوع الماضي واللي كان عم بيخبر عن الوالدة تبعه والوالد تبعه اللي بال2014 قدموا على اللجوء، وبعد من 2014 لهلأ ما سمعوا من الحكومة، أو من الشخص اللي كان صار له مدة طويلة منتظر لتجي الانترفيو للناتشراليزيشن وناطر أكتر من الوقت اللي هو متوقع. فبيقول المحامي سام سيف أنه على
USCIS website دايما بيقولوا what's the expected time, يعني ليلي ناطر مثلا الانترفيو تبعه للناتشراليزيشن في لنقول مثلا انتظار 6 شهور, وقت اللي الوقت بيصير أكتر من هيك أو وقت اللي بيصير أكتر من المتوقع بالنسبة لغير أشياء والشخص اللي مقدم ناطر وما في جواب وقاعد ومش عارف مصيره شو, هون بيقدر يقدم شيء اسمه writ of mandamus. حكينا عنه بالماضي وسميناه writ of habeas واللي هو habeas corpus. So رح نطلب من المحامي سام سيف بس يطلع على الهواء ويوضح شوي أكثر. معانا هو على فكرة على الخط. سام مساء الخير. مساء النور جمانة, ومساء النور رامي وعلي. مساء النور, صباح الخير. Thank you, Joumana. هذا فشي سمعت الراديو القابلة وردت أوضح اللي حكيناه لأنه أريد المستمعين الحصول المعلومات الصحيحة, وطبعا إذا أي شيء يكون مو صحيح أريد نصححه على مود يعني المعلومات مضبوطة عندهم. المعلومات مظبوطة بس سميناها سمينا الإجراءات الكلمة الغلط بس. صحيح صحيح, فما أريدهم يعني يكونون confused, فأريد بس أوضح أنه هو الـ writ of mandamus فشي cause of action يسموها قضية بالمحكمة الفدرالية يقدرون يقدموها إذا مقدمين على قضية ويا الـ USCIS ودا تاخذ وقت كلش طويل ومتى يحصلون عليها decision بوقت مناسب بالوقت اللي هي USCIS تقول مفروض يحصلون decision. نعم. ومرات تكون سنين, يعني الحلقة السابقة سمعنا أنه أكو شخص مقدم على asylum وصار لهم 4 سنين ما حصلين ديسيجن على القضية مالتهم, فهذا مثل هيك شيء يصير. المفروض يعني فتشي قدرون يسووا أنه يقدمون هي الـ writ of mandamus. الفتشي الثاني حكينا به ولو سميناه يكون habeas corpus, وهذا هم يقدرون يستعملونه cause of action ويا المحكمة الفدرالية بأمريكا, بس هاي تكون على إذا الشخص مسجون لأنه أدى immigration violation لو أدى criminal violation بس فيها immigration issues, والشخص يجوز يريد يطلع من السجن, وإذا أدى أي type of يعني immigration relief يقدم هذا الشيء للمحكمة الفدرالية ويسأل أنه يراجعون ال decision مال محكمة الإميغريشن تبقي بالسجن خلال الوقت اللي محكمة مالته بالإميغريشن تمر, ويعني while they're reviewing the immigration case بالإميغريشن court. يعني سام أنا بفتكر إنه هيدي النقطة writ of mandamus وأهميتها كحل للأشخاص اللي منتظرين وبعد ما بيعرفوا شو مصيرهم, واللي هي تقدم الدعوة بسيطة in federal court, والـ habeas corpus اللي هي حل للأشخاص اللي معتقلين ومحرومين من حقوقهم. لازم نحكي عنهم بطريقة مفصلة أكتر. لنرجع لنوفمبر 29 بطريقة سريعة ومننهي المكالمة إذا بتسمح. بنوفمبر 29 اتصل الأستاذ بلال وقال إنه هو ناطر الجرين كارد تبعه, صار له مقدم ناطر الانترفيو صار له مقدم 14 شهر وأكثر من 14 شهر, وهون نحن ذكرنا لأول مرة إنه بيقدر يقدم, سميناه habeas petition بس نحن كنا منعني writ of mandamus. بعدين الأسبوع الماضي الأستاذ حيدر اتصل ليخبرنا عن أهله اللي هن بال 2013 قدموا الأسايلم, عملوا الانترفيو تبعهم بال 2014 وبعدهم لهلأ منتظرين, ورجعنا حكينا عن writ of mandamus action. أنا بشكك كتير سام وبحاجة أنه نشوفك من جديد هون بالراديو ستيشن الله رات قريبا, بتمنى لو منخصص وقت أكتر لنحكي عن شو writ of mandamus وكيف هي حل لأي إنسان منتظر مش عارف مصيره والانتظار بيتخطى اللي متوقع بناء على اللي مكتوب على الويب سايت تبع الـ USCIS. أنا بشكرك سام. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Joumana. شكرا سام على اتصالك, تحياتنا لك. وشكرا كمان مرة لسام. وبنرجع لموضوع الحلقة اليوم, نحن عم نحكي عن حوادث السيارات. بنتمنى مع المحامي علي عجروج أي إنسان بيحب يتصل, بيحب يوضح, بيحب يعلق, بيحب يحكي مع المحامي علي. بعرف كتير مستمعين ملفاتهم قام فيها المحامي علي عند the great job. بنتمنى بس لو بيكونوا اليوم الأسئلة محصورين بقانون حوادث السيارات. وعلي أنا بدي بلش بأرتيكل بطريقة سريعة عن المراقبة. في أرتيكل انكتب كتير كبير, وللحقيقة بتمنى لو بتعمل لي برينتينج. بعرف بعت لي, بعرف أنه في أوضاع بعتوا لك وفي فاسيليتيتر بعت لك, لأنه اتصلوا فينا من الديترويت فري برس وحكيوا عن كيس هو كان إلك أنت وحبوا ياخدوا حديث, فأنا حولتهم لإلك they quoted you بالارتيكل. بس الحلو بهذا الارتيكل انه it was an investigation على surveillance. يمكن كان شي 10 صفحات هذا الارتيكل من الفري بريس. بتمنى لو بتعمل لي برينتينج بتمنى اقري, والا ما نلاقي في اشياء نقدر نشارك فيها. مرت الجاي اللي بنحكي عن حوادث السيارات المستمعين, خبرنا شو كانت المراقبه وليه طلبوا منك الديترويت فري بريس تعطي حديث. So بهيدا القضية, هلا أول شيء الأرتيكل كان عم يحكي عن السيرفيلانس بشكل عام. نعم, المراقبة. So, المراقبة من قبل الانشورنس كومبانيز بحوادث السيارات. So بلشوا يقولوا إنه التأمين صار عم بيكمشوا للناس الكليمنتس بلينيفز يلي عم بيعملوا فراد برأيهم يعني. So بس بالقضيتنا لقلنا الانشورنس كومباني, ونسيت أي شركة كانت, بس راقبوا مرة يلي قالوا هيدي الوكالة تبعنا, الموكلة تبعنا. وقتها قدموا موشن بحري, موشن ممكن يحكينا بالموضوع البحري. نحكي دائما بالبحري موشن اللي هي فراد موشن, اللي هي من الطلبات من الموشنز اللي الانشورنس كومبانيز بحبوا يقدمون لحتى يطلعوا الكيس بناء على انه الشخص مرتكب احتيال, يا احتيال بالكلام يا احتيال بالتصرفات. Right. So بهذه القضية البلينتيف كانت طالبة بس فواتير الدكاترة والخدمة. خدمة المنزلية. نعم. منزلية. وقالت انه مش قادرة تحمل شيء, مش قادرة تعمل شيء, مش قادرة تمشي منيح. نعم. وبالفعل ما كان قادرة, عملت كذا عملية, انضرب اوبر. ضربت اوبر و الانشورنس كومباني اجت وقدموا موشن وقالوا هيدا فراد تحت البحرية, قضية البحرية, لانه راقبوها ويقولون يدعون انه راقبوها. سو نحن اول شيء طلبنا الفيديو. نعم. ولما حضرنا الفيديو لقينا انه هيدا مش الموكل اللي تبعنا, هيدا مره ثانيه. مش اختها دخلك تاني؟ ما بعرف اذا كانت اختها, ما بعتقد, لانه هي ساكنه بابارتمنت بشقه. نعم. وفي اكثر من 100 شقه. اوكي. ايه, سو شقه كبيره كتير. نعم. وبنهايه فيها كتير شقه. ايه. نعم. وبالنهايه لقينا انه هيدا مش الموكل تبعنا, وهي ما عملت شيء غلط, والقاضي قالت انه هيدا الموشن غلط ورفضت الموشن, ونحن كملنا وقدرت عملت لها تسويه. تسويه جيده جدا على فكره, كثير منيحه. yes, الحمد yes. لله. يس سو بهيدي الحاله كان في مراقبه, بس it was a case of mistaken identity. exactly. وجزء من الارتكل كان عم بيقول, هو مش الجزء الاكبر بس الجزء من الارتكل عم بيقول انه الانشورنس كومباني صاروا كتير عم بيحبوا يحطوا مراقبه على العالم, بس اوقات المراقبه هي غلط. اوقات نادرا سيئبيت انه من النادرا, ما بعرف كيف اللي كتب الارتيكل عمل ريسيرش وطلع له الملف تبعنا. واتصل فينا بالمكتب. بعتقد انه it's public record. yeah. yes. وانا قلت بالارتيكل انه هيدا مش اول مرة ولا اخر مرة انه حنلاقي mistaken identity بالقصة المراقبة. نعم. بس كمان نوضح, انا مجتمع مع موكلين بالماضي قايلين لي اول شغلة prove to me that this is me. No. يعني yeah. ما فينا كل مرة, هو مزبوط ما كانت هيدي السيدة. yeah. كان واضح انه ما كانت هيدي السيدة. yeah. لقلنا نحن كان واضح ما كانت هيدي السيدة. yeah. بس نادرا ما تصير. yeah. بعتقد بهيدي القضية
معظم الفيديو كانت من وراء المرأة، وما كانت من قدام، وبس لقينا جزء منه من قدام لقينا انه هذا مش الوقت اللي تبعنا. كمان مره بنذكر المستمعين نحن لمده الساعه ما تبقى من الساعه 35 دقيقه عم نحكي عن قانون حوادث السيارات مع محامي من المحامين بالمكتب المحامي علي عجروج. علي كمان بدي هنيك على ملف انا قريبا رح نعمل كوميرشلز بالمكتب، ومطلوب مني من الشركة اللي بدنا تعمل لي الكوميرشلز يعني التي في شوتينجز انه اعمل جنرال فيديوز واعمل فيديوز بخصوا حوادث السيارات، بخصوا الاميجريشن، بخصوا البانكربسي. فعم فكر كتير بهذا الموضوع، عم حط نقاط من النقطة اللي اجتني انه لازم نعمل عليها فيديو، هي انه وقت اللي بتروح على مكتب محاماة ولسبب او لاخر بيرفضوا لك الملف، يا من البداية يا من النص يا حتى من بعد ما يقدموا دعوة ويمكن تمشي الأمور. Call us, we may be able to help. Absolutely. Call us, we may be able to save your case. Call us, we may have another angle on the case. Call us, we may see something they did not see. And maybe not. Yes, exactly. Okay. مش من زمان إجا لعنا ملف على المكتب من شي 9 أشهر يمكن، بس عملت له تسوية مش من زمان. Actually إجا بالصيفية سما كان أوكي. مع إنه تسويتك عالية هيدا التسوية كانت 110,000 وجيت لعندك كتير مبسوط، قلت لك علي congratulations بس عندك تسويات أعلى وعندك تسويات أكتر، ليه هالقد مبسوط؟ خبرتني ليه؟ إيه سو بهيدا القضية كان الموكل عند مكتب كتير مشهور، ما بدي أقول اسمه. نعم. بس معروف كتير. مكتب قديم جدا بالولاية. قديم جدا. نعم ومشهور. والمحامي قدموا دعوة. قدموا دعوة لأنه. شو بالدعوة؟ ضد الشخص اللي ضربه من وراء. عطل وضرر. عطل وضرر. نعم. وهيدا الزلمة صار له من 2005 كان عنده TBI close head injury. أي. وكمان بعد هيدا الحادث يلي اجي لعنا كرماله رجع الشغل فورا. اوكي يعني من بعد الحادث وقبل ما يجي لعنا الملف تعرض للحادث وكمل العمل. مزبوط. اوكي وراح على مكتب محام تاني وقاموا بالدعوة وقدموا دعوة عطل وضرر ضد اللي ضربوه ولسبب او لاخر they refused the case they withdrew from the case. راحوا قدام القاضي وقالوا له للقاضي انه ما بدنا نكمل بالملف وعملوا الوثدرول بعد شي سنة بعد ما رفعوا الدعوة يعني اشتغلوا منيح يعني تقريبا قرب يصير نهاية الملف لو شو ما كان انسحبوا من الملف انسحبوا وبتذكر انه انا رحت على الموشن لانه انا كان بدي لانه اتصلوا فينا قبل اتصلوا فينا سو رحنا على الموشن معه والمحامي القديم هو زميل لك قال لي ان شاء الله بتربح دولار من هيدا الكيس يعني he was speaking sarcastically yes بس هو من الجالي هيدا الشخص فحبيت تساعد ويمكن انت شفت شيء ما شافه المحامي 100% سو انا قعدت معه كتير لهيدا الموكلة فيني اسالك ليش رفضوه للملف رفضوا من بعد ما اشتغلوا عليه اكثر من سنه رفضوا لانه لقوا انه ما في تغيير الحياه وهيدا الشغله كتير مهم بالقضايا عطل وضرر العطل وضرر يعني لقوا انه الشخص لانه كمل يشتغل لربما هيدا الحادث مع انه صار ومع انه عنده اصابات مبينه بالام ار اي بالكات سكانز الى اخره ما اثر هيدا الحادث على حياته اليوميه بطريقه جديه right. okay. كمان كان عنده pre-existing condition وكمان كان عنده مشاكل صحية بالسابق right. أوكي لهيدول السببين بس بفتكر أكتر سبب أنه كمل يشتغل وبالتالي استنتج هيدا المكتب أنه ما أثر هيدا الحادث على حياته انسحبوا من الملف right. أوكي so, أول شيء لما اجتمعت مع هيدا الموكل بلش يقول لي بالتفاصيل كيف مغير حياته يعني أشياء صغيرة أشياء صغيرة وقعدنا أكثر من ساعتين أول جلسة نعم وقعدنا جلسات كمان وأنا شفت أنه في احتمال في أمل بهذه القضية نعم لأنه لقيت أنه بغض النظر عن أنه كمل يشتغل لأنه بده يعيش عائلته إيه. إيه لازم بس هو متأثر وهو كان صاحب شركة بهيدي القضية سو هاي كمان كان صعب عليه انه يعطل الشغل لانه هيدا الشركة تبعه نعم بس في اشياء اخر انه ما عاش فيه يعمل رياضة مثلا ما عاش فيه
يعني لو بيروح على الشغل بيرجع على البيت وما في يعمل بيرتاح لا يرجع يقدر يقوم يعني he's saving his energy يعني وما قصدي أقطعك بس لوضح يعني مع أنه كمل يشتغل في كتير إشياء كان يعملها قبل شي صغير وشي كبير كبير الرياضة يمكن الصغير كان يمشي كان يطلع بجنينة كان يقرأ يمكن رقبته بتوجع وعم بعطي تفاصيل بلا ما أعرف عن هيدا الشخص بعتذر وهيدا إشياء تعتبر صغيرة يعني بس the cumulative evidence أنه عددها وهيدا شيء منطقي على فكرة علي في كتير عالم بالأخص رجال عندهم عيال طب إذا الانشورنس كومباني ما بتدفع لهم الراتب تبعهم بسبب الحادث مجبورين غصب من عن رقبتهم أنه يرجعوا على العمل طبعاً. بس ما معناتها أنه هن ما بهون شيء وما معناتها أنه هول الإصابات ما أثرت حياتهم طبعاً طبعاً فأنت نحن عنا بالمكتب ليست اثنين right. أول ما بيجوا بنعطيه هون نعم وفي أشياء فيهم كتير هيك small activities right. وفي أشياء ما منفكر فيهم بشكل عام مزبوط. بس إذا بتقرأ هون الموكل بلش يتذكر هيدا عم بيأثر صحيح كنت أعملها ما بعم بعملها كنت أعملها ما بعم بعملها أو كنت أعملها عم بعملها أقل سو وقت اجتمعت معه مع أنه أول مكتب محامات رفضوا لأنه ما حس أنه هيدا الحادث مع أنه الإصابات موجودة أثرت حياته شعرت من بعد ما قعدت معه انه في كتير اشياء صغيره ما بيقدر يعملها ما بيقدر يعملها ما بيقدر يعملها عم بيوفرها ليحافظ على صحته ليقدر يقوم تاني نهار ويرجع يقدم لشغله مزبوط right. وحكينا بهودي التفاصيلات وبعتقد انه هودي لانه قعدنا وكان عنا فرصه ان نركز على هودي التفاصيلات we saved it and we got a very 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 nice settlement for him All How much considered, was that? $110,000. Well, that's a very good settlement. لعدة أسباب. أولاً لأنه عنده pre-existing. ثانياً لأنه كمل يشتغل. بالنهاية هيدا عامل. إن شئنا أو أبينا هيدا عامل. بيأثر على قيمة الملف. Right. وثالثاً كونه أنه نرفض من مكتب محامي الثاني. Yeah. So فرحنا كتير. وهو كمان كان كتير مبسوط و نعم. أصلا بده يجتمع معك لأنه بده يحكيك وقل لك قدي كان ومنتمنى يكتب لنا ريفيو كمان تجربة منيحة yeah of course of course I'm on a streak now with reviews yes واضح علي أنه لح تربح the piston sweet tickets Is that official? It is official. It's on radio. بس بدي أقول لك yes. بس بدي أقول لك إنه yes. عم نسجل. عملنا مسابقة بالمكتب إنه المحامي اللي بيجيب أكتر عدد reviews بالمكتب لح يربح piston suite tickets. للأسف المحامي الوحيد اللي مهتم بالأمر يعني أنت لح تربح by default متأسف أقول لك. هلا أنا فكري غير مطرح مش هيك ما عم بشد مع غير محاميين بس أنت أخذت جدية بس للأسف علي أنت لح تربح by default يعني حتى لو إجا one review كنت لح تربح لأنه ما في محامي تاني هلا هو بصراحة نحن وقت بالمكتب عنا كتير تسويات نوفمبر وديسمبر نعمل كتير تسويات ليش علي بنعمل تسويات أكتر عدد تسويات لأنه الانشورنس كومبانيز بيحبوا يسكروا ملفاتهم قبل آخر السنة Do you like how بسأل السؤال وبجاوب الجواب It's okay I am sorry Easier for me That's what it is to be a lawyer المحامية بيحكوا هيدا الجمعة I think I had maybe 8 or 9 facilitations كلهم بدون يعمل تسويات والمبارح في فاسيليتيتر معين قلت له Do you live here من الساعة 9 الصبح شفته تركت الساعة 7 بالليل كان بعده موجود بس شوف المحاميين تبع الانشورنس كومباني يتغير وشوفوا بعده موجود يس لانه الانشورنس كومبانيز هلا بحبوا كتير يعملوا تسويات we had four facilitations امبارح all four settled for a very good amount so congratulations نرجع لهي الدعايه اللي حبيت اعملها فالدعايه هي رح تقول انه حتى لو رفضت حتى لو بتعتبر you don't have a case او حتى لو رفضت من قبل مكتب محاماه تاني جبلنا الملف consult with us it is a free consultation Absolutely. لأنه we may see something we may approach it from a different angle the other law firm may have missed something or maybe they are right maybe yeah. they are right another example لكيس تاني رفض من مكتب محامي تاني هو شخص اللي كان speeding وما بدأ نعقده قانونيا إذا ممكن تخبرهم عن هذا الشخص اللي إصاباته هائلة yeah. و
نحن اللي شفنا على البوليس ريبورت تقرير الشرطة إنه هيدا الشخص كان حاطين عليه الحق إيه لأنه كان عم يسرع كتير مسرع كتير ونحن مش مختلفين الرأي إنه مسرع إيه نعم وفي سيارة تانية إجا من الانترسكشن وطلع قدامه بس في قانون بيقول إنه إذا أنت لو عندك الرايت أوف واي إذا أنت عم تسرع you lose your right of way تخسره yeah نعم. you lose your right of way so نعم. نحن عملنا research we did a lot of research and لقينا إنه في حل إنه لو عم تسرع في court of appeals cases في المحكمة قرار جديد بعتقد نعم من المحكمة الاستئناف ايه. محكمة الاستئناف شو بتقول بتقول لو الشخص كان was speeding إذا كان عنده the right of way there is negligence on the other party يعني مع إنه الموكل تبعنا كان مسرع ومع إنه التاني عنده right of way القانون بيقول shall yield shall يعني right. دائما اللي هو على الانترسكشن لازم يوقف للسيارة التانية حتى لو السيارة التانية مسرعة exactly. يعني السيارة التانية مسرعة واللي هي كمان is negligent منه سبب إنه الشخص التاني اللي عنده right of way ما يوقف right. فقدرنا لقينا حالة بتقول وبعد لهلأ ما تغيرت هاي الحالة إنه اللي على الانترسكشن shall yield يعني must all the time 100% of the time مش إذا التاني مسرع أو مش مسرع so هيدا الكيس لح يحللنا الأمر هيدا الشخص إصاباته هائلة ما رح نقول بتفاصيل لما ينعرف عن مين عم نحكي وبإذن الله لح نجيب له التسوية كلها اللي هي قديه 250,000 dollars مزبوط وفي عنا كيس تاني هلا حالة هائلة حالة مرعبة للأسف الشخص اللي أهله اجوا لعنا توفى on the east side انضرب من قبل سيماي تراك كمان السيماي تراك شال ييلد وكمان البوليس ريبورت حاطت على المتوفى انه مسرع والانشورنس تبع اللي مسرع تبع السيماي تراك عم بتقول لا 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 الموكل تبعكم مسرع هو اللي سبب الحادث عم نستعمل زيت القانون من الـ Court of Appeals انه لا السيماي تراك درايفر شال ييلد شال يعني 100% of the time مش بس وقت اللي التاني مش مسرع وبإذن الله نجيب له بوليسة التأمين كلها اللي هي 1 مليون دولار إن شاء الله هي هيدي الشركة من أكبر الشركات للتكنولوجي yeah. ما بدنا نقول أكتر من هيك في أمريكا بتوظف أكتر من يس انترناشنال بتوفر بتشغل أكتر من 96,000 موظف في العالم سو بوليس التأمين تبعها 1 مليون دولار yeah. بإذن الله يا رب هيدا ما بيرد الوفاة هيدا ما بيرجع the wheels of time but كمان هيدا case that was rejected yeah. by another law firm so I think the point here is إذا another law firm قالت لكم ما في case أو رفضتكم بالبداية أو بالنص أو تجاه النهاية إذا كانت الاستشارة مجانية اللي هي مجانية في مكتبي وبكل مكاتب محاميين حوادث سيارات you have nothing to lose إذا بيجي الإنسان بيستشير مكتب محامي تاني وبيقول الحقيقة كاملة ساعتها ما عنده شي يخسر مش عم يدفع يمكن يكتشف شي جديد ويطلع 110,000 دولار أو بإذن الله 250,000 دولار أو بإذن الله 1 مليون دولار أو 20,000 دولار أو 10,000 دولار مين نحنا لنقول إنه 10,000 is not good right. مين نحنا لنقول إنه 20,000 ما بتساعد الإنسان so لازم كل إنسان عم يتسمع لأنه المحامي مش الله والمحامي أوقات حتى لو كان عنده الجدارة الكاملة يمكن ما ينتبه لشي يمكن ما يفكر بطريقة تانية يمكن يكون في حل آخر you never know يعني you have nothing to lose right. وأوقات الاستشارة التانية بتأكد لك أنه أول مكتب محاماة كان معه حق مثلا مثل السيدة اللي اتصلت فيي من يومين ثلاثة واللي عم بتخبرني كمان كان عندها حادث سيارة pretty serious حرام بتسوق سيارة باسمها وباسم أمها هي عايشة
وورن، إما عايشة بويستلاند، السيارة التايتل باسمه باسم إما، الانشورنس باسم إما، بس السيارة هي اللي عم بتسوقها. That's not good. That's not good. بتقلي طب but wait، ما في انشورنس على السيارة، ما عم ياخدوا مصاري من الوالدة كل شهر، شو المشكل؟ المشكل إنه الانشورنس كومباني بهمها مين عم بيسوق السيارة وين السيارة is being garaged. يعني السيارة مفكرين الانشورنس كومباني is being garaged in Westland، بس هي السيارة لامرأة أكبر بالعمر، بس الحقيقة إنه السيارة هي مع بنتها اللي هي أصغر بالعمر اللي هي عايشة بورن. يعني الزيب كود مختلف. يعني وقت بيتصل إنسان بإنشورنس كومباني بيقول لهم أنا عمري 60 سنة عايش بويستلاند، غير اللي بيتصل عمره 25 سنة عايش بورن، لأنه الزيب كود مختلف، يمكن يكون أرخص يمكن يكون أغلى. بس من العوامل الكبيرة للإنشورنس كومباني بتستعملها لتحدد البريميوم للإنسان هي وين عايش. هي مش بس وين عايش، هي وين عايش هي من أكبر الأشياء. سجله الدرايفنج، سجله هي من الأشياء الكبيرة كمان. الزيب كود تبعه هي من أكتر الأشياء. وspeaking of zip code، ما فيني أقول لك على إدي عم يجينا اتصالات بالمكتب على إديش ال 4830 شو هو الزيب كود تبع ديربون؟ 48126. ما فيني أقول لك الصرخة اللي عم تجينا بالمكتب، لأنه حكينا عنها مرة بالماضي عن العالم الغير مذنبين اللي غير مخالفين اللي غير محتلين اللي عم يتبعوا القانون، بس اللي هن ضحية انه عايشين in the 48126 zip code، لانه عم بيكونوا ضحية انه البريميوم بهيدا الزيب كود هو عالي. للأسف هيدي it's an excuse from the insurance company. صاروا عم ياخدوا زيب كود 48126 وبديترويت، وهو دي صاروا من أغلى البريميومز. يعني للإنسان يعيش بين جيرانه، بين أحبائه، بين المحيط تبعه، مثلا شخص حابب يعيش بديربون ما بده يعيش برات ديربون، بده يدفع ثمنه بالإنشورنس تبعه. هل بيقدر يستعمل زيب كود تاني عليه؟ No, absolutely not. Absolutely not. And unfortunately, عم نشوف من هيك من هالقصص كتير. مزبوط. إنه عم بيحطوا الادرس even in Dearborn Heights. حتى Dearborn Heights is not good enough. It's not a good thing. You have to لازم حط تأمين على الادرس تبعك، على العنوان تبعك، لأنه that's how the rates are set. وإذا بيلاقوا إنه غيرت العنوان ما عش بيغطوك. حتى بقلب المدينة، حتى بقلب الزيب كود، you have a duty to supplement your insurance information. مش لأنه اشتريت اليوم وما بدك تجددها لست شهور يعني انت عملت واجباتك. إذا اليوم قلت لهم كل شيء مزبوط، لا، إذا المعلومات تغيرت وانتقلت بكرة حتى بقلب المدينة play it safe right. It's a simple yeah. phone call، بس اتأكد، لأنه الانشورنس ايجنز كمان أوقات بيقصروا أوقات بيغلطوا، هيدي كمان قصة تانية yeah. اتأكد انه بعتوا لك المعلومات مع الادرس الجديدة yeah. يعني انه هالتغيير اللي انت قلته شفهيا للانشورنس ايجنت تبعك وصل للانشورنس كومباني وتطبق. نحن عم نحكي عن قانون حوادث السيارات اليوم، ومعنا المحامي علي عجروج من المكتب. عنا بعد ربع ساعة اي انسان بيحب يتصل بيحب يعلق على 24 بعتذر على 313-769-6666 و 519-256-1023، والمكتب هو 248-557-3645. المحامي علي عجروج، من الأشياء اللي دايما بتحكي عنها هو الويج لوس، الأشخاص اللي بيتعرضوا لحادث سيارة وعندهم أو يقولون أنه بحق لهم بسبب الحادث تعطلوا عن العمل ولازم نطلب لهم بالراتب تبعهم yeah. في عالم بيدفع لهم كاش، شو المشكل بالكاش؟ هو منا مخالفة قانونية أنه حدا يقبض كاش. So I think one lesson to take from what we were last talking about أنه لما بنشتري تأمين أول شيء ما بنعرف أنه حينصير حادث، بس بنشتريها لأنه إذا نعمل حادث لنأمن بحال لنأمن yeah. to ensure against risk. So بدنا نعملها مزبوط. So عن نفس الوقت when it comes to wage loss الرواتب إذا أنت موظف عن واحد عم يدفع لك كاش تحت الطاولة under the table so to speak، it's important to report that in your taxes.
لازم تخبر الـ IRS الضرائب انه انا عم يطلع لي هالإنكام لعدة اسباب. اولا لان هيدا القانون, بس كمان لانه بحادث سيارة اذا ما فرجيت البرهان انه انت قبل الحادث دفع على الضريبة بتصير مشكلة كبيرة, لانه اول شيء it's a crime, you have to report your taxes, it's an IRS crime. وتانيا لازم نثبت انه خسرت الرواتب. كيف بدنا نثبت اذا حدا عم يدفع لك كاش وما في اي صوت؟ بتكون دليل. انت حطتهم بالتاكسس تبعك سنه الماضي على القليله لسنه الماضي, انت مبين كاش هالقد. رايت هيدا كتير مهم لحتى يطلع لك الرواتب اذا خسرتهم بعد الحادث. So always be conscious of that. واغلبيه انا مره سمعتها بدينتي من انشورنس كومباني هددوا للموكل, بدهم يحطوا ضغط عليه انه يعمل تسويه بسيطه. هددوا للموكل وقالوا له that cash did you declare it to the IRS? يعني wink wink, we might report you to the IRS and now this is a felony. This is serious. That's very 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 serious. This is very serious. And unfortunately we're seeing it a lot lately. عم نشوفها كثير. Right. واجمالا اللي بيدفع للتاني كاش, هي كاش ككاش انا فيني ادفع لك كاش عليه طالما انا عم بعلن عنه كربة العمل او كindependent contractor. وانت عم تدفع ضريبة عليه. Otherwise it's not a problem. The problem is it becomes a question of proof. يعني اذا انا قلت عم بعطيك 200 بس انا عم بعطيك 150 بس انت عم تقول للانشورنس 200, كيف بدنا نفرجي؟ We can't do without taxes. Exactly. That's exactly the issue. عنا اتصالين. بناخد اول اتصال. Hello. مرحبا اخي جوان. يا اهلا وسهلا استاذ. كيفك؟ تحياتي لك ولضيفك. السؤال الله يخليك. تفضل. الاسم اذا بتسمح بس. عوني. يا اهلا وسهلا. تفضل. بلد زحمه. واحد من يشتري دائما البوليسي مال انشورنس, يسوي انشورنس لاي سياره اي شيء, بيسالوه عندك ميديكال انشورنس؟ يعني يقول له ايه, يعني معناته راح يستعملون يعني ماي برايفت انشورنس او راح يستعملون اوتو انشورنس؟ ممكن شوية تتكلمين على هاي النقطة الله يخليك أختي جمانة. yes. قبل كل شيء وقالي فيل في free to chip. قبل كل شيء, سبب من الأسباب اللي الانشورنس ايجن دايما بيحب يسألك هيدا السؤال, لأنه إذا عن جد عندك medical insurance تقدر تشتري بوليس التأمين شوي أرخص. يعني بدل ما يشارجك 1000 يمكن بيشارجك 900. فدايما الانشورنس ايجنت بيحبوا يبيضوا وجههم مع اللي عم يشتري منهم بوليس التأمين, لأنه إذا في ميديكال انشورنس بدل ما تدفع 1000 بتدفعها شوي أقل. بس أول نقطة هي ميديكيد ما تعتبر ميديكال انشورنس, واللي عنده انشورنس عبر الحكومه هيدي ما تعتبر ميديكال انشورنس. وقت عم نحكي ميديكال انشورنس عم نحكي بلو كروس بلو شيلد, عم نحكي هيومانا, عم نحكي هاي يعني برايفت انشورنس. برايفت انشورنس. ميديكيد از نوت هيلث انشورنس. واي شيء ذات از ميديكيد ثرو ذا جوفرمنت ذا اوباما كير از نوت هيلث انشورنس. اذا بتجي بتقول له للانشورنس ايجنت نعم عندي هيلث انشورنس وبتشتريها ندفع ارخص ولا سمح الله بيوقع الحادث, رح تدفع جزا مرة واحدة فقط, منه جزا مميت لمبلغ يا $300 يا $500, لأنه حضرتك عطيت معلومة خاطئة وقت اللي اشتريت الانشورنس. هلأ السؤال الثاني, هل معناتها الانشورنس تبعك هي المسؤولة؟ يس, بس ما بدي عقد عليك إلا إذا, يعني لنقول حضرتك عندك بلو كروس بلو شيلد واشتريت تريبل اي. نعم اشتريت انشورنس ندفع ارخص, لانه المنطق هون انه بتستعمل بلو كروس بلو شيلد ما بتستعمل ميديكيت للطبابة تبعك. سو تريبل اي فيها تبيعك بوليس التأمين ارخص لانه مش رح يكونوا مسؤولين عن طبابتك. فيري جود. بات اذا انت شاري هيلث انشورنس من رب عمل, شاري هيلث انشورنس مأمنة للموظفين تبعه that excludes car insurance, وفي منهم ديدو ليبيعوا الموظفين تبعهم ليأمنوا الموظفين تبعهم health insurance that excludes car accident, ساعتها بدك ترجع لتريبل اي. ما بدي عقد لك اياها. الشركات الكبيرة اللي بتعطي للموظفين تبعها insurance أغلبيتهم بس مش كلهم بيشتروا من بلو كروس بلو شيلد insurance للموظفين تبعهم that excludes auto. يعني if you are in a car accident you cannot use blue cross, then you go back to AAA.
Does that answer your question? عقدت عليك شوي؟ لا بس مثلا من اذا عندي برايفت انشورنس مثلا اذا لا سمح الله صار حادث لازم اروح ادفع ديدكتبل وادفع كوبا وما ادري شنو هاي يعني على مود هاي يعني المحامي علي عجروش شو بتحب تجاوبه على ال very good question deductibles and copays so بهيدا الحال إذا عندك coordinated policy يعني ال health insurance primary لو عندك deductibles and copays ال auto insurance لازم يدفع ال copays with deductible وفي كتير عالم عندهم deductible كبير 2005 أو 5000 أو 10000 أكتر كمان هدول بيصيروا جزء من اللي مسؤولية الكار إنشورنس تدفعون يعني حتى لو عندك بلو كروس بلو شيلد وعندك تريبل اي بلو كروس بلو شيلد بتدفع كل شيء عنك بس حضرتك عم تدفع الديدكتبلز والكوبي علي مين اللي هلأ مسؤول انه يرد له حقهم تريبل اي تريبل اي حتى لو كان الديدكتبل 10000 دولار لو كان 20 وبعدين they can run but they can not hide يا بيدفعوا لك اياها حبيا يا بيدفعوا لك اياها عبر إقامة دعوة نعم that's a good question يا اهلا وسهلا but المحامي علي عجوج من الاشياء اللي بنشوفها انه الانشورنس ايجنت بيبيضوا وجههم او يمكن عبر ignorance يعني مع احترامنا في كتير منهم جيدين جدا وفي البعض عم يأذوا موكلينهم Medicaid is not health insurance. No, Medicaid and Medicare don't count for that. Exactly. Come in from certain شركات. Obamacare and anything that's ERISA dependent plans. ERISA plans and all of that. هيدول لا يعتبروا private health insurance. So لشو الإنسان يتعرض ليدفع الجزا؟ هلا صحيح الجزا هي مرة واحدة فقط. لشو الإنسان يتعرض لجزا 300 أو 500؟ It's not a lot of money, I understand. بس يعملها صح من الأول right. بيكون أفضل right, نعم وبعد عنا ربع ساعة للمحامي علي عجروج عم نحكي عن قانون حوادث السيارات نتلقى اتصال تاني Hello? يا أهلا وسهلا ومع مين عم نحكي زيد بعتذر على فكرة إذا المستمعين بيشوفوني شوي هيك بغيب نتفي لأنه بياخد نوتس لحتى بعدين we dictate them وقت ما ننزلهم على يوتيوب وعلى not a problem yes يا أهلا وسهلا أستاذ زيد تفضل I have a quick question. I was involved in a auto accident back in March. I was the passenger in the vehicle, and the guy T-boned us going about 60 miles per hour, and he died. Oh my God! I am so sorry. So I have a quick question. I do have an attorney right now, but I don't really communicate very much because, I mean, sometimes I get the runaround. I feel. So now what's going on? My insurance company has been paying. I've never had a claim or an accident or anything like that in my life. I've been driving for 17 years, and I never had a claim ever. I hate to tell you, it is of no significance. Oh, really? Yeah. Zero significance. Doesn't earn you any credit with an insurance company. Okay. Anyhow, what's happening is they've been paying pretty much my medical and my lost wages and mileage and, you know, all the good stuff so far. Is there a specific time when the insurance company would, like, stop paying medical care, or how does that really work? I mean, I'm new in Michigan. I've been here for about 3 years, and I've heard about no-fault insurance, but I really never understood it very well till now, till the accident happened. So how does that really work? I've done the IME, like the medical, the independent medical examination, and I did the... do you have the report yet? Yes, and then I did the deposition under oath. Examination under oath? Yes, examination under oath. I met with the insurance company's attorney, and he asked me, you know, a bunch of questions in regards to accidents and, you know, what happened and all the good stuff. Mr. Zaid, very quick question. What were the results of the IME? Did the insurance doctor say you no longer need treatment, or did he say you are still in need of treatment? Well, the IME contradicts what's going on right now because the IME said that I do not need any more care. Surprise. I know, right? So, however, when I did the examination under oath, they asked me the same question. They said, how long do you think you need medical care for? And I said, you know, probably till December. And then I said, you know, we will make another review because actually my injury is pretty severe. I have six discs in my back. I have three in my thoracic, I have two in my lumbar, and one in my cervical. We are so sorry. So
I've been out of work since then, but I do get short-term disability from work. Okay. And then the insurance company is paying the other difference, which is, I think, 25%. Because the 25% at 85%, yes. Yes, because I get 60 from my job and 25 from the insurance. Okay, right. Yes. Okay, so now when I met with my attorney the other day, he mentioned that I'm still receiving care. I'm still receiving payments, you know, for my medical care. You know, they're still paying the doctors that I'm seeing, which is not very much. I've been seeing a physical therapist and a chiropractor, and I do some other, like, aqua therapy on my own time, like in a pool. That's good. I'm against surgery because of my age. I'm 35 years old. I've never had issues prior. I'm against, you know, taking any shots because they suggested that, because I'm kind of worried to take any epidural shots or nerve-blocking agents. I might feel good and then, you know, get involved in activity or engage in an activity that I shouldn't, and then I might, you know, cause further injury to myself. So I've been staying away from surgery or taking shots and whatnot. Now my question is, till when the insurance is going to keep paying? Is this going to be a lifetime thing, or are they going to come to a point they say, okay, we're tired of you and we don't want to pay you anymore? Or, I mean, what's the scenario that I could be looking at, and when, from your experience? From the law. Not our experience. It's the law. Yes, the law. I'm sorry. I think, Zaid, what it comes down to is it's really case by case. And the funny thing is that the no-fault statute was introduced in Michigan to sort of take away litigation, but what it did was just create more, because it created, there's this, the saying that's called reasonable and necessary, and that's reasonable and necessary medical treatment. So insurance companies will use that term to define their own reasonable and necessary, and usually they do that through an IME doctor. It's surprising that after the IME doctor said you don't need any more care, that they're still paying. But it may be possible that Zaid is a little bit vague on when the IME cuts him off, but that's beside the point. So, right now. So the answer is there's no clear answer because of that term reasonable and necessary. It just depends how the insurance company wants to handle that. But I think that Zaid's question is a larger question. Zaid, we want to put your mind at ease. You can treat for as long as you live. Okay. As long as you live, regardless of what the insurance company tells you, as long as your lawyer protects you when the time comes to settle your case, she or he should keep your medical open. The short answer is, in the state of Michigan, it's one of those few states, you can treat until the day you die. You can make the insurance company incur millions of dollars on you as long as it's related to the accident that happened in you in March. Does that mean, though, Zaid, that they're going to pay voluntarily? No. But that's the power of the lawsuit. So let me explain with the 2 minutes remaining. Okay. Your lawyer, sooner or later, your insurance sends you to an IME. Sooner or later, they're going to cut you off from medical treatment. That is not a reason to stop treating. Your doctor should continue to treat you because you are in need of medical treatment. Your lawyer will sue your insurance company. Sooner or later, will settle. In that release of liability that he signs with the insurance company, he will keep your medical open. That means you settle until the day of the settlement. Call it, you know, January 2020. Now, by keeping it open, you have the right, the day after you settle, to start treating again, doing surgery, doing physical therapy, doing injection, doing whatever, as long as it's related, and your lawyer can sue again and sue again and sue again. Just like they're not paying the first time, they're not going to want to voluntarily pay the second time, but that's what a court of law, Zaid, is for. So that it's not in their hands, because we know they want money, they don't want to pay money, but in a court of law, we can show that as long as that treatment is related to that accident that happened in March of 2018, they have to pay. Ali? Yeah, that's 100%. So you do have the lifetime right. What I was answering before is, when would they stop voluntarily paying? Yes. So I didn't know if that was what your question was or not. I think he asked those two questions. Yeah. He wanted to know when will they stop, and he wanted, I think, an assurance about the future. The assurance about your future, Zaid, as long as your attorney keeps your right for future medical treatment open. We have a client on whom we have filed 5 lawsuits. Yeah. We settled his first time, and then again, they didn't pay the bills. We waited about a year and sued again, and then they didn't pay his bills, because the longer you are from the date of the accident, the less likely they feel inclined to pay.
And on that note, one thing you want to remember is that you do have to sue within 1 year of your last claim. So if you do have unpaid claim. So if you do have continued treatment, you would need to make sure that you refile within a year of that unpaid claim. شكرا زيد, وإذا حبيت معلومات أكثر بإمكانك اتصال على مكتب المحامية جمانة كيروز 248-557-3645 248-557-3645, ولفاتت الحلقة أيضا موجودة على اليوتيوب وعلى موقع جمانة كيروز and you can subscribe and you can see them and listen to them, وأيضا الموقع الإلكتروني yourrights.com جمانة slash radio yes. تمام, راح أعمل أبديت yes. وإن الله راد لنهار الخميس القادم إن شاء الله, إن الله راد. تحياتي المحامي علي عجروج, thank you very much. Thank you so much for having me, it's always a pleasure. شكرا علي, رامي, شكرا thank جمانة you. تحياتي شكرا للمستمعين, أكيد لكل مستمعينا في كل مكان, دمتم في رعاية الله, إلى اللقاء.